قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم جليل الأجر وعظيم الثواب على حرصكم على متابعة مثل هذه اللقاءات، وأسأل الله أن تكون مفيدة لنا جميعا. أيها الأحبة الكرام، نقف في كل حلقة من هذه الحلقات على قصة آية يذكر الله تعالى في كتابه آيات بينات فيها قصة وعبرة، إما من الأمم السابقة أو فيها تنبيه للمسلمين على قصة وقعت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، نقف عليها ونرى ما فيها من العبر. اليوم أيها الإخوة الكرام، سنقف معكم على قصة صاحب الجنتين. من هو صاحب الجنتين؟ هذان رجلان ذكرهم الله تعالى في سورة الكهف، أحدهما كان إنسانا فقيرا عاديا من عامة الناس، والثاني كان له يعني بستانان كبيران قد حفا بالنخل وفيهما زرع كثير، وقد فجر الله تعالى خلالها نهر، يعني ما يحتاج أنه يحفر بئرا ويتعب في استخراج الماء منه، لا ما يحتاج تعب نفسك، هذا النهر يجري، أنت اجعل سواقي يمين ويسار على زرعك حتى تستطيع أنك تسقي الزرع من غير أي مؤونة، ولا تحتاج إلى عمال ولا إلى أحد يساعدك يأخذ عليه أجرة. يعني نعم يا جماعة، صبها الله تعالى على هذا الرجل صبا. هذا الرجل فعل كما يفعل بعض الناس مع الأسف، يعني بعض الناس الآن تجد أنه في فقره ومسكنته حريصا على صلاته، ما يغتاب الناس، ما يتكلم فيهم، يتصدق على الضعفاء المساكين، يعطيه رب العالمين شيئا من المال، راتبك كان مثلا يسيرا ثم بعد ذلك يصبح مثلا بالآلاف أو ربما بعشرات الآلاف أو يزيد عن ذلك، كان في الشهر ما يدخل إلا يعني مبلغ قليل من الماء يكفيه هو وأولاده، فتجد أنه يقتصد في استعمال الماء، في استعمال الكهرباء، في استعمال الهاتف، لكنه وسع الله تعالى عليه وبدأ يعني يضرب يمين ويسار كما يشاء، وبدأت الأموال تسيل إليه كالسيل. بعض الناس يا جماعة إذا رأى مثل هذه النعم، بدل أن يشكر الله تعالى عليه يبدأ يبطر بنعمته ويستكبر على الآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يطغى يا ربي؟ أرآه استغنى، يعني لما أغناه الله جل وعلا أعطاه شيئا من المال بدأ يطغى على الناس، يخرج على الناس بكبره، يتكبر عليهم، يتظاهر عليهم بالملك والسلطان إلى غير ذلك. نقف اليوم أيها الأحبة الكرام على قصة صاحب الجنتين. يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بدأ الآن يستكبر وينظر إلى صاحبه صديقه اللي يذهب ويأتي معه ويجالسه ويؤاكله ويشاربه، وإذا مرض زاره، وإذا أصيب بكربة وقف معه، بدأ ينظر إليه ويقول: ها أنا أكثر منك فلوس وأعز نفرا، يعني عندي علاقات واسعة، عندي أشخاص كثيرون كلهم يقفون معي يتمنون خدمتي لو مرة من المرات وأعز نفرا. قال الله تعالى: ودخل جنته، دخل إلى الجنة العظيمة هذه اللي فيها الأنهار والأعناب والنخل والزرع، وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بدأ ينظر إلى الأنهار التي تجري، ينظر إلى الزروع، ينظر إلى النخل، يقول: أظن هذه ما تنتهي أبدا ولا تفنى أبدا، هالشجرة اللي الآن ثابتة في الأرض وتلك النخلة السامقة في السماء، أنا أتوقع أنها لا يمكن يأتيها شيء يضرها أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بعدين أعوذ بالله بدأ يعني يكفر زيادة،
وقال: وما أظن الساعة قائمة، أعوذ بالله، حتى يوم القيامة لأجل شوية زرع وشوية تمر وثمار تكفر بالله؟ نعم، لأنه أخلد إلى الأرض وتعلقت نفسه بالدنيا وبدأ ينظر لها الثمار. معقول كل هذا لي يا جماعة؟ معقول كل هالثمار لي؟ يعني أنا ما أحتاج إلا قليل ومع ذلك هذا كله عندي؟ قال الله تعالى عن: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. حتى لو جيت يوم القيامة رب العالمين بيعطيني أحسن منها. إيش دراك ربي بيعطيك أحسن منها؟ أنت عندك أموال، يعني عندك صدقات، عندك مساجد بنيتها، أنت علاقتك برب العالمين علاقة قوية، استطعت بها أنك يعني يكون عندك ولو شيء من الغلبة الظن أن الله تعالى سيرحمك. أنت ماذا عندك أصلا من أعمال؟ بدأ صاحبه ينصحه، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم بدأ يوجهه إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع النعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال: ترى رب العالمين قادر على، أنت الآن تحتقرني أني أنا أقل منك مالا وولدا، المفروض أنك تشكر رب العالمين على النعمة وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى أيضا ما تصيب هذه الجنة بعين، وتحمد رب العالمين على النعمة. ثم قال: أنت الآن تحتقرني، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وجنتك هذه التي أنت الآن تعجب بنفسك لأجلها وتتكبر على الآخرين بسببها، عسى الله أن يرسل عليها حسبانا من السماء، رب العالمين يصب عليها مطر يغرقها فتصبح صعيدا زلقة، الزرع هذا كله يطغى عليه الطين ويسيل عليه التراب حتى يصبح كله ما تستطيع أن ترى زرعا، ما ترى إلا تراب قد غطى عليه. قال: أو يصبح ماؤها غورا. هذا النهر الذي يجري وعدم حاجتك إلى حفر بئر، يهبط هذا النهر حتى ينتهي ويجف، والماء لو حفرت بئرا يكون غورا، أي ينزل في الأرض، تحفر المتر والمترين والعشرة والمئة والمئتين والخمسمائة ولا يكون عندك شيء. طيب، ما هي النتيجة؟ ذاك الرجل ما اتعظ، استمر على طغيانه وعلى كبره، وما قال: إي والله استغفر الله وأتوب إليه، جزاك الله خير، والله يا أخي فعلا أنا يعني لما رأيت هالنعم تكبرت قليلا، عسى الله أن يعفو عني وأن يغفر لي، أستغفر الله وأتوب إليه. لا لا، الرجل استمر في طغيانه. قال الله: وأحيط بثمره، نزل الله تعالى على ثمره هذا عقوبة. طيب، ما هو حاله؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. يقول الله جل جلاله، يقول: حتى الفئة التي كان يعتز بها ويتكبر بها ويتظاهر على الناس أنهم سينصروه وأنهم يقفون معه، تلك الفئة لم تغن عنه شيئا، وذلك لأن الله تعالى لم يوفقه في مثل هذا الزرع. أيها الإخوة والأخوات، لنا بعض الدروس في هذه القصة قبل أن نتجاوزها. الأول، أن الله تعالى يضرب لنا في القرآن الأمثال التي تقرب إلينا المعاني النظرية. يعني لما يضرب لنا مثلا برجلين أحدهما مؤمن والثاني كافر، نعلم أن هذا التناقض البشري بين هذين النوعين لا يزال موجودا إلى يوم القيامة. يعني كما ذكر أهل العلم أن الحق والباطل لا يزالان يعني يعتركان إلى يوم القيامة. فهذا النوع من المؤمنين الموحدين المنكسرين لله تعالى، الذين يعلمون أن ما أتاهم من نعم وخيرات هي لله جل وعلا وهو الذي أعطاهم إياه اختبارا وامتحانا، هذا النوع موجود. وكذلك النوع الآخر من المتكبرين المعرضين الذين يعجبون بما قدموا ويطغون به، هذا أيضا لا يزال موجودا في كل زمان ومكان.
إذن الأصل أن المؤمن لا يزال يحمل الهم مثل ذلك المؤمن الأول. ونحن الآن يا جماعة، بعض الناس الآن أعطاه رب العالمين أموال، فبنى بيتا واسعا، اشترى سيارة فارهة، صار يملك بستانا كبيرا، عنده أنواع من التجارة. لو تأتي لي وتقول لي يا فلان اتق الله، أدي زكاتك، أخرج صدقاتك، تعرف إلى الفقراء، ترى بكرة ممكن الفلوس هذه كلها تذهب منك فجأة، يقول ها كيف تذهب مني فجأة يا أخي؟ يا أخي أنا عندي فلوس في الأسهم 10 مليون، لو ذهبت الحمد لله عندي فلوس أخرى في أراضي، ذهبت الأراضي طيب عندي فلوس ثالثة في عماير، العماير هذه يأتيني منها فقط الأجارات، لن أبيعها، لنا إن ذهبت العماير أنا عندي فندق أملكه في المكان الفلاني، إن ذهب عندي. فتجد أنه أحيانا يبدأ يعارضك بأنه عنده هذه النعم الكثيرة، مثل ما قال ذلك الرجل، مع أن الأصل إخواني أن يعلم الإنسان أن هذه النعم أعطاها إياه رب العالمين لأجل أن يتقرب إلى الله تعالى بها، لأجل أن يتقرب إلى الله تعالى بها. يا رب العالمين أعطيتني مال، والله لا أخلي هذا المال يقربني إليك، ما يبعدني عنك. يا رب العالمين أعطيتني جمال، لا أخلي هذا الجمال يقربني إليك، ما يبعدني عنك. أعطيتني قوة في بدني، لا أخليها تقربني إليك أيضا. أعطيتني بيتا واسعا، أعطيتني سيارة فارهة، أعطيتني منصبا، وفقتني لشهادة عليا، يا رب لا أخلي هذه النعم كلها تقربني إليك. لك الحمد يا رب، يا رب أنت ويعني لك الحمد والشكر، أعطيتني ما لم تعطي ناس كثير، لك الحمد. يعني لابد أن يعلم رب العالمين منا مثل هذه المشاعر التي تدل على الشكر والانكسار بين يدي الله تعالى. من أهم الدروس عندنا أنه ينبغي على المرء أن يعلم أن الإيمان بالله تعالى هو صمام الأمان لصاحبه، يبقيه معتزا بربه، غير ذليل ولا جبان ولا مستجد أمام أصحاب المتاع المادي. ينبغي أن تعلم أن هؤلاء المغرورين المخدوعين بما هم عليه من النعم، هؤلاء قد يستمتع أحيانا في دنيا، لكنه قد يكون له حال آخر هناك، وأحيانا قد يحرم حتى من الاستمتاع بهذه النعم في الدنيا. بالله عليكم يا جماعة، ألا تعلمون أشخاصا عندهم ملايين الأموال ومع ذلك لم يستمتع بها في طعام؟ وذلك لأن عنده ارتفاع في الكوليسترول، عنده مشاكل في الدم، عنده مدري إيش، لم يستمتع بها في لباس، وذلك لأن عنده مشاكل في الجلد، عنده حساسية ما يقدر يلبس أي لباس، لم يستمتع بها أحيانا في المركوبات من السيارات، لم يستمتع بها أحيانا بالزوجة والأولاد لأن عنده ظروف معينة. طيب بالله إيش فائدة الأموال هذه التي عندك كلها؟ لذلك إذا تقرب العبد بها إلى ربه وأحسن معاملة لله جل جلاله، بارك الله تعالى له فيها ورزقه فيها شيئا كثيرا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ويجعلني وإياكم ممن يشكرون النعم التي ينعم الله تعالى بها عليهم. هذا أخوكم محمد العريفي يودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.